أنسة، بما أنك عضو في تاع الشباب وإحنا رانا في عيد الاستقلال والشباب، واليوم كنت من ضمن الناس اللي قدموا شهادات للسكن، واش تقولي لنا للسكن هذا تاع اليوم وأنت كنت قدمتي شهادة؟ السلام عليكم. بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، سلم والي ولاية عين تيمشنت شهادات مفاتيح السكن لولاية عين تيمشنت. وكنتي أنت واحدة من الناس اللي كنتي قدمتي شهادات، يعني بصفتك كشاب شابة يعني، وفي نفس الوقت راكي تابعة للشباب الجزائري اللي راكي عضو في ولاية عين تيمشنت. إن شاء الله نتمنى حتى الشباب يكون عنده نسبة كبيرة من السكنات في الولاية إن شاء الله. شكرا لكم، وأنا فرحانة بزاف اللي شو غادي نقول لكم، فرحة ما توصفش كاع. أنا نشكر كاع اللي بغاو لي هذا السكن وكاع اللي دعموني، ونشكر الوالي الولاية تاع تيمشنت والشيف دايرة تاع عين الأربعة ورئيس الرئيس تاع القسامور. شوية تزغريت هالحاجة غير شوية. بارك الله فيك. انا فرحة كبيرة، الحمد لله اللي صبرنا ولنا هيك صابرين، هذه هي. الله يحفظك بارك الله فيك. الله تفضل تفضل تفضل. هل حمدك تاعك بسم الله. شوف.